الاقتصادية ويشوف المؤسسات اللي ما عادش تحب تعطي قروض ويشوف معناتها يشوف في الضباب اكثر واحد مؤهل انه يشوف قداش الضبابية الدنيا اقتصاديا واجتماعيا وغيره معناتها كي يقول كلام هكا يحب يحس لي عادي نجم نقعدوا هكا معناتها مدة طويلة وقت اللي يقول هكا سينوف اللي يعطي الانطباع وكانه هو يحب البلاد تزيد تنهار اكثر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الامني معناتها سمع سي شيلي العياري كي قرا ويلمون لاشي معناتها راهو ما عادش لاقي منقول للمؤسسات معناتها محافظ بنك المركز اللي عينته النهضه قرر راني ما عادش لاقي منقول للناس معناتها افكتيفمون لانه هو يحكي على الواقع سي شادي العياري خبى برشا حاجات ولكن فما حاجات ما عادش نجم تتخبى اليوم البنك سنترال ماهيش قادره باش تشري الدينار التونسي باش تمنع عمليه الانهيار اللي قاعده تصير له معناها يوم في اربع ايام معناها حوالي 6% طاح في اربع ايام ماهيش حاجه عاديه للعمولات المحليه اللي قاعده تصير اليوم قداش كنا الدولار اللي كان 800 فرنك توا ولا الدولار قريب ل 1800 قريب ل 1800 واللورو اللي كان وقت اللي بدا كان 1 دينار 21 اليوم 2 دينار 31 معناها بريسك دو باري ودوبل حاجه من وراء الاقل ولانه اليوم ما فماش افق سياسي لانه اليوم السيد علي العريض غير قادر انه يعطي افق سياسي يقول بعد السبت لحد في الحقيقه الضمار باهي كيف يجي من عند ناس الضمار ولكن كي يبدا رئيس حكومه مستقيل يقول في الكلام هذا يعطي الانطباع كأنه الدولة يلزمها تنهار وقتها هو يبدأ فرحان ولكن احنا نعرفوا انه تونس بنساها ورجالها عندها ناس قادرين اني ما تخليهاش تمشي في المجهول عندها ناس قادرين اني تنهض بها في الوقت المناسب ومهما تكون من الاختلافات فانه يلزم يعرف المواطن التونسي انه السياسيين والاقتصاديين والوطنيين المخلصين ما يخليوش البلاد هذه تمشي للانهيار وما يخليوش البلاد هذه لقمه سائغه قدام الارهابيين او قدام اي اخطار تنجم تحدق بها والوقت المناسب اقرب الوقت المناسب اقرب وبالتالي نجموا نقولوا انه البصيص الامل او الامل اللي تعطاه بوجود توافق او الاراده للتوافق راهو باش يتواصل وبش يعطي نتائج.